وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتمكنت من ضبط 92 قضية في هذا الإطار في الفترة من 7 من الشهر الجاري وحتى 20 من ذات الشهر. ونستعرض مع حضرتكم أبرز هذه القضايا في التقرير التالي. في ضوء الأحداث العالمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد المصري، ومحاولات البعض استغلال هذه الأحداث لتحقيق أرباح سريعة غير مشروعة من خلال ارتكاب جرائم اقتصادية تضر بالاقتصاد الوطني ومنها الإتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، فإن أجهزة وزارة الداخلية تتصدى بكل قوة لتلك الجرائم ومرتكبيها. فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن في ضبط 92 قاضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال الفترة من 7 من الشهر الجاري حتى 20 من ذات الشهر، بقيمة قرابة 184 مليون جنيه عملات محلية وأجنبية، من بينها ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بلغ حجم تعاملاته 30 مليون جنيه في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني. وبقنا تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء، وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 20 مليون جنيه. الإدارة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام شقيقه مقيم بإحدى الدول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وإرسالها له، والذي يقوم بدوره باستبدالها بالعملة المحلية وتسليمها لذويهم مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندي في هذا النشاط الإجرامي 15 مليون جنيه. وبالدقهلية تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر مقيم بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليم ما يعادلها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندي بلغ 9 ملايين جنيه. وبالدقهلية أيضا تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقه مقيم بالخارج بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهما في هذا النشاط الإجرامي 12 مليون جنيه. ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 7 ملايين و500 ألف جنيه. المذكور يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدال ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. وتتواصل الضربات الأمنية ضد كافة العناصر الإجرامية الضالعة في الجرائم التي تضر بالاقتصاد المصري حفاظاً على ركائز الاقتصاد ودعائمه من تلك الجرائم.